كل واحد منا نحن البشر له واقع، يولد بهذا الواقع. عندما يأتي إلى هذه الحياة الدنيا له واقع معين. الله سبحانه وتعالى يعبر عن هذا الواقع بقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل مولود يولد على الفطرة. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: صبغة الله. البشر يولد ملونا بصبغة الله. بمرور الأيام كلما كبر البشر تضاف إلى هذا الواقع قشور، هذه القشور تغلف ذلك الواقع. ما هي هذه القشور؟ هذه القشور المال، الجاه، المنصب، العلاقات الاجتماعية وما أشبه ذلك. الإنسان عندما تضاف إلى واقعه هذه القشور لا ينظر إلى القضايا من خلال واقعه، لا ينظر إلى الأمور من خلال صبغة الله التي صبغ الله الناس عليها، وإنما ينظر من خلال هذه القشور. عندما يتعامل مع شخص آخر لا يتعامل تعامل بشر مع بشر، وإنما يلاحظ الجاه من خلال زاوية الجاه يتعامل مع ذلك البشر، من خلال هذا المنصب يتعامل مع ذلك الفقير. هذا غطاء يؤطر نظرته إلى الأمور.